نشر الفنان أحمد السعداني على حسابه الشخصي على انستغرام صورة تجمعه مع ابنه ياسين محتفلا بعيد ميلاده. بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ وفاة طليقته إثر أزمة قلبية مفاجئة. وكتب أحمد السعداني مداعبا ابنه: غدا تصبح 8 سنوات يا قرد يا صغير، هذا المنشور هو هدية عيد ميلادك ولن أقوم بدفع أي أموال أخرى. ودي الصورة اللي نشرها على حسابه على انستجرام، ومش هتصدقوا كام لايك أخدها من 21 ساعة فقط امبارح يعني، واخدت 176,740 لايك. نشوف أسرار تانية دلوقتي. خلوا بالكم على حبايبكم، القسوة وحشة. الفنان عادل أدهم في بداية حياته كان عايش في اسكندرية، اتعرف بالصدفة على بنت يونانية حلوة اسمها ديمتريا، كانت بتزور واحدة صاحبتها عايشة في مصر. الغريب إنه مع عقبة اختلاف الثقافات لكنهم حبوا بعض. هنا عادل أدهم مع مراته ديمتريا. خدوا قرار الجواز، ورغم معارضة أهل ديمتريا في اليونان لجوازها من شخص عربي، بس هي صممت وتمسكت بيه للآخر. اتجوزوا وعاشوا في اسكندرية. البداية كانت سعيدة، لكن شوية بشوية وبسبب شغل عادل والضغط اللي كان فيه بدأت عصبيته تبان وتظهر وتاخد شكل مختلف. بدأ الشكل المختلف يبقى أصعب: ضرب، إهانة، عتاب متكرر. ديمتريا كانت بتستقبل ده كله بالصبر أو على وجه الدقة بالحب، لحد ما في يوم عادل أدهم رجع البيت متأخر من الشغل، ولما عاتبته بشكل خفيف على تأخيره وإنها كانت محتاجاه جنبها عشان كانت تعبانة طول اليوم لدرجة إنها راحت للدكتور تكشف، عادل طنش كلامها وتعامل معاها باستهزاء، ولما لقاها ما طبختش شد العيار عليها جامد وضربها بشكل قاسي من غير مراعاة لأنها حامل في الشهر الرابع. ضربها ودخل نام، صحي ما لقاهاش. ثقته في حبها ليه وإنه ضامنها في جيبه 100% خلاها يضحك على نفسه ويقنعها إنها أكيد خرجت تشتري حاجة وزمانها جاية. مر اليوم وما ظهرتش. اتصلت بيه صاحبتها وقالت له ما تدورش على ديمتريا تاني، هي سافرت اليونان، سافر وراها، راح لأهلها وسألهم عليها، قالوا له ما نعرفش هي فين. صدمة عادل كانت إنه في كل لحظة من وقت اختفائها وأثناء بحثه عنها كان بيراجع في ذهنه المرات اللي كان بيعاملها بأسوأ، وهو فاهم إنها هتفضل مستحملة للأبد. ما بتحبني بقى؟ رجع لمصر بدون مراته وبدون ابنه اللي لسه ما شافش النور. مرت السنين ودفن عادل أدهم نفسه في شغله، شغل 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 عشان ينسى. زادت شهرته، تقدر تلاحظ بسهولة مسحة الحزن اللي تحت عينه أثناء تمثيله والتكشيرة اللي بقت جزء من ملامح وشه والناس فاكراها لزوم الشغل، بس أصلها كان الموقف اللي علم عليه طول عمره وساب جرح ما يتنسيش. اتجوز مرة تانية من شابة صغيرة في السن رغم انه كان بقى عجوز خلاص، لكنه حاول يصلح غلطته القديمة وكان بيعاملها بمنتهى الحب والتقدير. بعدما استوعب الدرس بعد 25 سنة بالظبط، قابل بالصدفة في الغردقة صاحبة ديمتريا وعرف منها ان ديمتريا اتجوزت وانها عايشة مع جوزها وابن عادل في العنوان الفلاني في اليونان. ساب كل اللي وراه وسافر هناك. العجيب ان ديمتريا استقبلته كويس هي وجوزها وعزموها على الغدا. كان واضح ان ديمتريا مرتاحة مع جوزها وبتحبه. عادل سأل نفسه امال الحب اللي كانت بتحبه لي راح فين؟ معرفش يجاوب وحاول يطرد حوار ديمتريا من رأسه بقى ويقنع نفسه إنها صفحة واتقفلت خلاص، وإنه أساسا كان جاي عشان يشوف ابنه. سأل عنه ديمتري، قالت له
إنه موجود في المطعم بتاعه اللي جوزها عملهوله في العنوان الفلاني، وإنه ممكن يروح يشوفه من بعيد لبعيد، بس يا ريت بلاش يقابله ولا يعرفه بنفسه. راح المطعم وما سمعش الكلام، وقابل الولد وعرفه بنفسه وقرب منه عشان يحضنه، وهو مش مصدق إنه شايف حتة منه قدامه بعد كل السنين دي. الولد حط إيده بينه وبين صدر عادل عشان يمنعه إنه يلمسه، وقال له إنه ما يعرفش أب غير اللي رباه، وكان حنين على أمه، وإن لو في واجب هيعمله مع عادل فهيكون إنه مش هيخليه حاسب على تمن المشروب اللي هيشربه في المطعم. عادل خد الصدمة ورجع على مصر والأرض مش شايلاه. الكلام ده كان في أواخر أيامه، وبسببه دخل عادل أدهم في نوبة اكتئاب. الخلاصة، في أي علاقة محبة، صداقة أو حب، الغلاوة والمعزة ممكن يتقلبوا للنقيض بسبب عدم التقدير والإهمال. وهنشوف حكاية أحمد السعداني. نشر الفنان أحمد السعداني صورة تجمعه مع أولاده وطليقته التي رحلت عن عالمنا الأيام الماضية، مؤكدا على أنه يتحدث عن حياته الشخصية لأول مرة بعد وفاتها، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث كتب أحمد السعداني: عمري ما اتكلمت عن حياتي الشخصية، لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين أو تنفع أي حد حس إني عملت حاجة. وأشار: هحاول ما أطولش. يوم 9/9/2003، حب من أول نظرة في الشارع، ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس بمعهد الفنون المسرحية، حيث كنت ألهو وأدرس برضه ما يضرش. كنت راكب عربية وكانت ماشية على رجليها، كنت هخبطها لكن حصل خير، لا ما حصلش قوي، خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين، سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة، أول ولد. هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها، مؤكدا أنا زي كتير للأسف شباب ضد تحمل المسؤولية. بص لنسب الطلاق وانت تفهم، انا بيجيلي ارتكاريا لما بحس بالمسؤولية، وهي برضو حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني اكتر ما بتنطق اسمي. كانت النتيجة في اول سنة بس نحو 4 طلقات شفهية، كل الشيوخ ساعتها قالوا لنا ده لعب عيال، الطلاق ليه شروط زي الزواج جواز. تمام اسكت بقى؟ لا تعالى يا عم طبق الشروط، ادي اول طلقة، قشطة يا باشا، عشت حياتك؟ اه. ارتحت؟ لا. واضاف: وحشتني حنيتها وحبها، ما تيجي نرجع يا بت، يلا بينا. هوب جبنا تاني ولد، نفس الاحساس، نفس الارتكارية، بس المرة دي صمود، مش هينفع نتطلق تاني. لا تصدق نفعت، الجانب الاناني في شخصيتي غلبني. يا عم كبر مخك وعيش حياتك، المشكلة اني عمري ما ارتحت، كنت عايز حضنها وحنيتها بس كنت بأجل الرجوع، يمكن أكبر أو أعل أو أقدر أتحمل المسؤولية. بجد حددت لنفسي سن معين أرجع لها فيه، قال يعني هبقى نضقت، بس ملحقتش. ثم تابع: ماتت في لحظة، كانت بتكلمني قبلها بساعة وما كانتش عيانة، كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري. الحمد لله ماتت ومشيت وقررت تسيبني للأبد، كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من كده، مستحيل تحب حد غيري، ما جاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة، وكانت أكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية. واختتم: ماتت وسابت لي الولدين والندم، أنا متأكد إنك في الجنة، روحتي لمن خلقك يوم عرفة، وأميرة وست البنات والستات، ونظيفة وكريمة، وصنتي ولادي وبيتي، بحبك يا أمل حياتي اللي تهد، ربنا يقدرني وربيهم أحسن زي ما كنت عايزة، بحبك ومش بطلب مني غير إنك تسامحيني، ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة. دي الصورة اللي تجمعهم
تقريبا كانوا في مصيف، وهنشوف أسرار تانية دلوقتي. مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، المهندسة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعداني وأم أولاده بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نقلت على إسرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك. السعداني تلقى الخبر الصادم أثناء توجهه لحضور حفل جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي، حيث يتواجد هناك لقضاء عطلته الصيفية، وغادر الحفل عائدا إلى مصر على الفور، وأصيب بانهيار تام فور التأكد من الخبر، وظل يبكي بعد إلقاء النظرة الأخيرة على طليقته وأم طفليه، وأعلن أنه لن يفارق جثمانها وسيظل بجوارها داخل المستشفى لحين انتهاء مراسم الصلاة عليها. يذكر أن أحمد السعداني رفض التعليق سابقا على أنباء انفصاله عن زوجته وأم طفلي للمرة الثالثة، مؤكدا أنه تعلم من والده الفنان القدير صلاح السعداني ضرورة صون حياته الخاصة وإبعادها عن الإعلام، بخاصة أن لديه أطفالا، علما بأن أحمد السعداني طلق زوجته مرة واحدة، وتدخل والده وقتها لإصلاح الأمور من أجل طفلهما الوحيد ساعتها عبد الله، وعادت المياه إلى مجاريها وأنجب الطفل الثاني ياسين. وتردد أن الطلاق الثالث تم سرا، ولكنه حسم الخبر وأعلن الطلاق رسميا خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على راديو اف ام. هنا مع إنجي علي وهو بيعلن خبر انفصاله عن زوجته زوجته المهندسة أمل سليمان، دي صورة تانية ليها.